بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. بالتأكيد نحن الآن في منتصف الأسبوع، والأحاديث كلها طبعا على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مباراة السوبر إن شاء الله لا تقام على استاد محمد بن زايد، استاد نادي الجزيرة الإماراتي في أبو ظبي، في 7 من مساء يوم الخميس القادم. حلقة النهاردة معنا فيها فقرات مهمة جدا، فقرة الأخبار، معنا تقارير مهمة ومعنا أخبار مهمة، وهنلقي الضوء بشكل خاص على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والجزء الخبري مهم جدا في التوقيت الحالي عشان جمهورنا يبقى عارف كيف يعني الأحداث بتسير في التوقيت الحالي في أبو ظبي، خاصة بعد وصول البعثة النهاردة حوالي الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، قبل حوالي 2 أو 3 ساعات من الآن. البعثة إن شاء الله يعني وصلت إلى مقر الإقامة، والجهاز الفني مع اللاعبين الكل الحمد لله موجود دلوقتي داخل فندق الإقامة، وهيبدأ الجهاز الفني يحط البرنامج بالنسبة للمرحلة اللي جاية. الفقرة الحوارية النهاردة في برنامج الأهلي الليلة هيكون معانا فيها أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، هنلقي الضوء معاه على مباريات القمة، مباريات الأهلي والزمالك، وإزاي اللعيبة كانت بتستعد لهذه المباريات، وإزاي يعني اللعيبة داخل الملعب كانت بتفكر في هذه المباريات. هيكون معانا الكابتن جمال مساعد نجم النادي الأهلي السابق، واحد اللاعبين اللي كان موجود في فترة التسعينات داخل صفوف النادي الأهلي. لكن قبل ما أدخل في أي تفاصيل، وقبل ما أتكلم في أي أخبار متعلقة بمباراة القمة، في كلمتين مهمين عن المرحلة الحالية اللي احنا بنعيشها في الإعلام بشكل عام. يمكن قناة أبو ظبي الرياضية عاملة حالة إعلامية جميلة جدا. الحالة الإعلامية مش عشان فكرة إن مباراة القمة أو الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية أو ديربي أو كلاسيكو في التوقيت الحالي وبتستضيفه أبو ظبي في الفترة الحالية. سبق قبل كده الأهلي والزمالك لعبوا في السوبر في أبو ظبي أكتر من مرة، سواء في استاد هزاع أو استاد محمد بن زايد. لكن الحالة الإعلامية في الرسالة الإيجابية اللي بنشوفها من خلال قناة أبو ظبي الرياضية بتعبر بجد عن أهمية الدور الإعلامي اللي ممكن الإعلام يقوم بيه في الفترة الحالية. الفكرة برضو مش في الضيوف أو في التفاصيل الفنية، الفكرة في الحيادية، الفكرة في المادة اللي معاك اللي إزاي تقدر تستفيد بيها عشان في النهاية تقدم رسالة محترمة الكل يسعد بيها. مصر دولة كبيرة، مصر فيها إمكانيات بشرية وإمكانيات على أعلى مستوى، إزاي تستفيد بده؟ ده شيء مهم جدا، وده دور الإعلام، ودي رسالة الإعلام. كمان لو في شكر خاص في هذا الموضوع لازم نتوجه بيه للإعلامي الكبير والإعلامي القدير الأستاذ يعقوب السعدي، على الرسالة الإعلامية، على الرسالة الحيادية، على التناول الإعلامي المحترم، على الأفكار المتميزة اللي بتتقدم للمشاهدين سواء الكرة المصرية أو حتى المشاهدين في الإمارات العربية المتحدة عن قيمة ومكانة مصر والصورة الجميلة لمباريات القمة الكلاسيكو بين الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك ده ديربي أو كلاسيكو يعتبر من أهم 5 ديربيات في العالم، بعد الديربي في الأرجنتين وبعد الديربي في أسبانيا بين الريال وبرشلونة وريفر بليت وبوكا جونيور. انت بتتكلم على الأهلي والزمالك، في فترات معينة ممكن تكون افتقدت ده بسبب غياب الجماهير، لكن لما بيكون السوبر في أبو ظبي الصورة والرسالة بتبقى حاجة تانية. الشكر الخاص لقناة أبو ظبي، الشكر الخاص لمجلس أبو ظبي الرياضي، الشكر الخاص للإعلامي القدير الإعلامي الرائع المتميز الأستاذ يعقوب السعدي. كمان فكرة إن كل المواد الإعلامية، كل الإمكانيات المتاحة من خلال قناة أبو ظبي، قناة النادي الأهلي خلال اليومين الجايين أو خلال الفترة اللي جاية، ده شيء إحنا بنلمسه بشكل متميز جدا، ودي العلاقات الطيبة بين النادي الأهلي ومنبره الإعلامي قناة النادي الأهلي ومنظومته الإعلامية مع كل الناس، وتحديدا مع قناة أبو ظبي الرياضية. التعاون بالتأكيد مثمر في هذا المجال، وتحديدا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة وخلال الساعات القادمة. دي كانت بداية لازم أبدأ بها حديثي عن الإعلام وتأثير الإعلام ودور الإعلام. طيب، وصول البعثة كانت قدامنا دلوقتي، هو منذ لحظات وصول بعثة فريق النادي الأهلي إلى مقر الإقامة. الفندق اللي مقيم فيه النادي الأهلي هو نفس الفندق اللي كان مقيم فيه لما لعب مع الزمالك في استاد نادي الجزيرة، استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. ميزة هذا المكان إنه بعيد تماما عن المدينة، مدينة أبو ظبي. قدامكم اهو في الصورة وصول البعثة في مطار أبو ظبي الدولي، وكان في استقبال رائع وحافل جدا من جماهير النادي الأهلي. لما بتروح الإمارات، وأنا على المستوى الشخصي بقى لمست ده بشكل واقعي أكتر من مرة، مش مرة واحدة، سواء احنا بنلعب مع الزمالك، بنلعب مع المصري، بنلعب مع فريق أوروبي، لا الوضع مختلف، انت أكنك موجود في القاهرة. استقبال على أعلى مستوى، حفاوة الاستقبال داخل المطار نفسه زي ما انتم شايفينه اهو، وقت وصول الفريق داخل مطار أبو ظبي استقبال على أعلى مستوى. في نفس الوقت كمان واحنا بنتكلم على الاستقبال، الجمهور اول ما بتخرج من المطار استقبال جماهيري على اعلى مستوى. كل دي عوامل مهمه جدا للفريق في التوقيت الحالي. سفر الفريق النهارده كانت متحدد البرنامج، سفر الفريق
من الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة لاستقلال الطائرة المتجهة من مطار القاهرة حتى الوصول إلى مطار أبو ظبي. رحلة السفر حوالي 3 ساعات أو 3 ساعات ونص. قدامكم هيف على الشاشة صور أو استقبال بعثة فريق النادي الأهلي لاستقبال بالورود من كل القائمين على تنظيم المباراة. مجلس أبو ظبي الرياضي على أعلى مستوى في هذا الحدث وعلى هذا الإيفنت. جماهير النادي الأهلي قدامكم أهي في استاد أو في مطار أبو ظبي. شوف الاستقبال عامل إزاي، شوف الجماهير إزاي بتستقبل البعثة بحرارة شديدة جدا. الجالية المصرية اللي موجودة في الإمارات منهم مصريين كتير احنا نعرفهم سواء بيروحوا او يجوا على ابو ظبي او على مصر فترات طويله جدا، لكن لما الاهلي بيروح هناك حاله خاصه، حاله مختلفه، احساس مختلف. انت بتتكلم عن نادي هو الاكثر شعبيه وجماهيريه في الوطن العربي، بتتكلم عن نادي اينما كان واينما وجد بتلاقي الجماهير موجوده في كل حته، ساعه الاستاد بتتملئ عن اخرها. الاهلي لما لعب الوصل الاماراتي في دبي كان الاستاد مليء بجماهير النادي الاهلي. الاهلي لما يلعب الزمالك في استاد هزاع او في استاد محمد بن زايد في الجزيره، الجماهير على اعلى مستوى، جماهير الاهلي بتملا المكان بعد حجز التذاكر او بعد اعلان التذاكر بحوالي ساعتين ثلاثه. جماهير النادي الاهلي على قدر الحدث، جماهير النادي الاهلي عارفه مسؤوليتها تجاه النادي الاهلي وفريق الكره في النادي الاهلي. فبالتالي احنا بنتكلم عن امور مهما تحدثنا عنها مش هنوفي جماهير النادي الاهلي حقها، لان الجماهير بتعتبر نفسها جزء من كيان النادي الاهلي. وصول الفريق في التوقيت الحالي لما يلاقي حفاوه الاستقبال من الجماهير بهذا الشكل، انت بتدي حماس اكبر، بتدي صوره ايجابيه اكبر، بتدي شكل اكبر. على فكره الجماهير اللي قدامكم دي مش عند الفندق او عند المطار بس، لا، الفريق لما يوصل كمان لفندق الاقامه يوميا هتلاقي المشهد ده عند الفندق. على فكره يوميا وهو الفريق طالع من الفندق ورايح على الاستاد ملعب التدريب او ملعب المباراه هتلاقي المشهد ده، مشهد جماهير النادي الاهلي دايما احنا متعودين عليه، سواء وانت في المطار او انت في الاستاد، سواء انت فندق الاقامه او حتى في الطريق طالع من الفندق رايح على الاستاد، هتلاقي العربيات، هتلاقي الحافلات كلها رايحه معاك في الطريق للاستاد عشان تطمن وتبقى مؤازره بشكل قوي للنادي الاهلي في التوقيت الحالي. طبعا الاستقبال كان حافل جدا. كابتن سالم عبد الحفيظ والكابتن سمير عدل سبقوا البعثه ب 24 ساعه عشان يرتبوا كل الاجراءات المتعلقه باستقبال البعثه، كمان تذاكر المباراه. كل عارف ان جماهير النادي الاهلي حجزت التذاكر قبلها بفتره طويلة جدا، أول ما تم الإعلان عن حجز التذاكر المتعلقة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، جماهير النادي الأهلي كانت على قدر الحدث وحجزت التذاكر، والحمد لله الساعة الكاملة المتعلقة بجماهير النادي الأهلي فل، تم حجز كل التذاكر بكل الفئات. طيب، أنا معايا على التليفون سعادة الأستاذ سهيل العريفي، الأستاذ سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر. أستاذ سهيل مساء الخير على حضرتك، و بالتاكيد استعداد خاص وترتيبات خاصه من حضراتكم بالتاكيد لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. مساء النور، بمسي عليك وعلى متابعينك وعلى جماهير مصر العربيه وعلى شعبها وحكومتها، ويا رب دايما من افراح لافراح ومن سعاده لسعاده يا رب. اولا بسعد جدا بوجود حضرتك معانا على الهواء مباشره عبر الهاتف من ابو ظبي لكي نتحدث على مباراه القمه، ترتيبات مجلس ابو ظبي الرياضي لهذه المباراه. حضرتك بصفتك كمان رئيس اللجنة المنظمة لهذه المباراة، كيف كانت الاستعدادات وكيف كان التجهيز لإقامة هذه المباراة إن شاء الله يوم الخميس القادم الموافق إن شاء الله 20 فبراير بتوقيت القاهرة، المباراة الساعة 7 مساء؟ بإذن الله كل الترتيبات الحمد لله ماشيين حسب الخطة اللي نعمل بها بيننا وبين اتحاد الكرة المصري، فإن شاء الله جاهزين لاستضافة أعرف وأكبر فريقين في الوطن العربي من اقدم الفرق اللي لها شعبيه كبيره في الوطن العربي وفي كل مكان. اكيد ان احنا اليوم محظوظين مرتين، المره الاولى ان اخواننا من جمهوريه مصر العربيه موجودين عندنا وعشنا ما يقارب الان الشهر من تبادل المعلومات والاتصالات والتواصل مع بعض، وهذا شيء نحبه ونسعد به دائما. الشيء الثاني ان مصر قدمت للوطن العربي هالفريقين الكبار جدا من اعرق الانديه، وبالتالي احنا سعداء انهم موجودين عندنا في ابو ظبي. اعتقد اليوم احنا كل شيء ماشي حسب ما تم الاتفاق عليه، ان شاء الله في مهرجان راح يقام يوم المباراه بشكل كامل، احنا مش عاوزينها مباراه فقط، احنا عاوزينها تكون مهرجان لكل الحاضرين للكبار والصغار والاطفال، ويوم سعيد، يوم مصري اماراتي نسعد به كلنا اللي موجودين في الملعب. لذلك احنا في فعاليات راح تكون تبدا من الساعه 5 عصرا بتوقيت ابو ظبي الى الساعه 9 عند انطلاقه المباراه بتوقيت ابو ظبي، اللي هي حيكون الساعه 7 بتوقيت مصر،
وان شاء الله تطلع على المستوى الفني للمباراه تليق باسم الفريقين. ما تنساش اليوم الاهلي متصدر الدوري، الزمالك لسه جاي بطوله السوبر، فالفريقين محتاجين الى المباراه بشكل كبير. فنامل ونتوقع انها تكون ان شاء الله مباراه فنيه كبيره. مثل ما عرفتوا اليوم جمهور الاهلي الحمد لله انهى تذاكره من بدري، اغلقت المنطقه المخصصه لجمهور الاهلي من بدري. اليوم باقي جمهور زمالك باقي لهم 30% من المنطقه المخصصه لهم. احنا اليوم طرحنا هدايا للجماهير ما يقارب 3 سيارات نيسان، وايضا 100 ايباد و100 تليفون هواوي كهدايا للجمهور الحاضر. وكان نفسنا نكون نسعدهم اكثر، ويا رب ان شاء الله الكل يكسب والكل يفرح والكل يكون سعيد ويرجع بيته باذن الله امنا. تمام استاذ سهيل، طبعا أعلن تمام العلم أن الشركة المسؤولة عن حجز التذاكر شركة محترفة على أعلى مستوى، ومن وقت الإعلان عن إقامة المباراة وحجز التذاكر كان السيستم أونلاين لكل المشاهدين ولكل المتابعين ولكل من يرغب في حجز تذكرة المباراة. جماهير النادي الأهلي حجزت التذاكر منذ فترة طويلة بعد عرض التذاكر عبر السيستم، أعتقد الموضوع انتهى في وقت قياسي، مظبوط؟ نعم، جمهور الأهلي من بدري بدأ الشراء تقريبا. والمعلومه يمكن اول 3 ساعات، وهذه اول مره اذكرها، اول 3 ساعات منذ طرح البيع تقريبا 40% من جماهير الاهلي خلصت. اول 3 ساعات من طرح التذاكر 40% من الساعه المقرره للنادي الاهلي جماهيره حجزتها بالكامل. نعم، فتح هم بدا البيع عندنا في ابو ظبي الساعه 6 4 بتوقيت مصر. تمام، كنا الساعه 9 بتوقيت ابو ظبي 3 ساعات تقريبا بايعين الى 40% جمهور الاهلي اشتروا، وهم بداوا بالمكان اللي بيحبوه اللي هي الثالثه شمال. بداوا من هناك، وابتدا يعني في دكاتره الله يحفظهم، في قضاه، في مدرسين، الكل عاوز يروح الثالثه شمال. اكيد مش يعمل نص الملعب كله ثالثه شمال. منبع التشغيل في الملاعب وفي الاستادات كلها بيبقى من الثالثه شمال، ده المصدر الاساسي والقوه الكبيره للنادي الاهلي وجماهيره. طيب هل الفضل عارف دي تعتبر قوه ليكم، يعني قوه ليكم في مصر، انه كل نادي عنده مكان مخصص ليه بيعود جمهوره عليه وبينشر وبيروج له، ودي يعني بتلاقيها بس في الانديه الكبيره اكيد والجماهيريه. يعني مدريد معروف مكانهم، برشلونه معروف هم فين، فدي حاجه عظيمه والله. حاجه عظيمه واحنا بنسعد بيكوا اكيد. طيب هل السيستم الالكتروني المتعلق بحجز التذاكر هل كان في بعض الازمات الهندسيه ولا الامور ما كانتش فيها اي مشاكل والحجز اونلاين متاح لكل الناس؟ في ظل حضرتك كمان اتكلمت وقلت لي لسه متبقي من حجز التذاكر لجماهير نادي الزمالك حوالي 30%، لسه لغايه اللحظه دي الامور مش محسومه او لسه في اماكن كتير فاضيه. ايوه شوف، انا عشان تكون الصوره واضحه، انا ما اريد اقسى على او نكون يعني قاسيين على جماهير، طلعني من حته التعصب شويه برا. لا 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 خالص، اكيد اكيد انا عارف جمهور الزمالك في البدايه الفريق ما فيش متائم كانت قويه في الدوري، لذلك هو تاخر حتى حصول الفريق على بطوله السوبر، فشعروا بنشوه، كانت في تزايد في التذاكر في اليومين اللي فاتوا بشكل ملحوظ. باقي عندهم 3 ايام اعتقد او يومين، يعني بكره وبعده ويوم المباراه. تمام، اعتقد انه يعني انا متفائل، وما تنساش المباراه ليست لجمهور الزمالك والاهلي فقط، وانما للجماهير العربيه. الجماهير العربيه كلها. الاجنبيه اللي عايشه، الكل عاوز يحضر، يعني انت ما تتخيل ازاي الطلبات على التذاكر بتجينا بالتليفون، الكل عاوز يحضر، الكل عاوز يكون أكيد. موجود. ان شاء الله راح يكون يوم كبير، وصدقني انتم تملكون في مصر ذروة في هذا المجال في الرياضة، تملكون أندية عريقة تستحقون أكثر، وإن شاء الله يا رب منها إلى الأعلى. أكيد. بختكم بالزمالك، وبختكم بالأهلي، وبختكم بالزمالك، وبختكم بالدوري، إن شاء الله يا رب منها للأعلى. أكيد، هي الفكرة، بس كنا عايزين نتأكد من معلومة، طبعا حضرتك رئيس اللجنة المنظمة فبنتأكد من كل المعلومات عشان تبقى المعلومة صادقة وواضحة لكل الناس. طيب في أنا متوقع إن أنت مش هترتاح لغاية ما في حاجة عاوزة. حاجة تانية كمان مهمة، في برنامج أو فكرة إقامة مباراة بين قدامى الأهلي وقدامى نادي الزمالك، ده هيتم يوم المباراة ولا قبل المباراة بيوم؟ فكرة القدامى دي بتعاون مع الاتحاد المصري، محمد فضل اختاروا الأسماء القدامى من الفريقين ووصلوا إلى أبو ظبي، راح يوصلون إلى أبو ظبي
بعد غد ان شاء الله يوم قبل المباراه بيوم راح يلعبون مباراه ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت ابو ظبي، الساعه 9 بتوقيت او الثامنه بتوقيت مصر باذن الله في صاله نادي الجزيره. دي فكره انه يعني تحدي مبكر وفتحناها للجمهور، كان اليوم عندنا رابطه مشجعين الاهلي اكد حضورهم اكيد بالفوهات بالاناشيد، وان شاء الله انه كله حيكون حاضر يوم المباراه دي حتبقى يعني نذكرهم بالايام الخوالي بيلتزموا بنفسه في الملعب، فاللي لسه نفسه في حاجه فتحنا له المجال يخلصها يعني. تمام، هل هيبقى في ترتيبات لفكره الفان زون بجوار استاد محمد بن زايد في نادي الجزيره للجماهير اللي ممكن هتكون بالقرب من الاستاد، يكون في اماكن حتى للجماهير اللي داخل الاستاد يكون في امور ترفيهيه متعلقه بهم اثناء المباراه او بعد المباراه او قبل المباراه؟ نحن نسوي فان زون من عندنا وشركه برزنتيشن بعد نسوي فان زون، وفي اكثر من فعاليه موجوده خارج الملعب وداخل الملعب. تعاقدنا مع شركات كبيره، انا ما اريد اعلن اعمل اعلان لحد في قناه ثانيه، الشركات العالميه هي اللي راح تكون مسؤوله عن كل احتياجات الجمهور في الملعب. وخلي بالك احنا متفائلين ان اهم حاجه انه فنيا تطلع بشكل كويس ان شاء الله. خدمه الفار وصلوا التقنيه من موجوده من الاتحاد الاماراتي مشكوره، تمام وفر لنا تقنيه الفار، حيكون الحكام زي ما اعلنهم الاتحاد المصري الكابتن جمال الغندور اختار حكامه، وان شاء الله ان المباراه تطلع فنيا بالشكل اللي يليه. استاذ سهيل، حضرتك كنت موجود في مباريات السوبر الاخيره اللي اتلعبت في الامارات سواء في استاد هزاع او استاد محمد بن زايد، على المستوى الشخصي ايه الشيء اللي لمسته المره دي مختلف عن المرات السابقه، او اضافات اتعملت المره دي ما كانتش موجوده المرات السابقه؟ شوف المره هذه يمكن الفقره او الفتره اللي هي مختلفه ان احنا طولنا شوي، يعني اول مره كانت يعني انا اعتقد هي احسنها بالنسبه لي اول مره. انها كانت بعد فتره طويله من توقف حضور الجماهير في مصر، فلما حضروا الجمهور في الملعب كان يعني كانت في فرحه من الجمهور انه حاضر المباراه حقيقي، كانت في كانوا سعداء انهم بيشوفوا فرقهم، وكانت دي بالنسبه لي يعني شويه عاطفيه اكثر، فكنت سعيد جدا بالمنظر. الناس كانت ما تتخيلش فرحه الناس وهي بتشوف الفريق قدامها بيلعبوا فرقهم، كانت لا المباراه الاولى اول مباراه الاهلي والزمالك. المباراه دي هي بوقت جميل ان الفريقين جاهزين، ما فيش اي عذر لحد، عرفت يعني كل الفريقين جاهزين. طولوا فتره، احنا عاملين فقرات، ما اريد اعلن كل شيء اليوم لانه لسه في اشياء ممكن تنضاف وممكن تلغي، ولكن يعني المره هذه شوف صراحة حجز التذاكر كان أسرع بكثير من قبل، الناس متشوقة إنها تحضر، في فرحة في المدينة بالرغم من كل البطولات اللي إحنا نظمناها والفعاليات، لكن تشعر بقيمة المباراة في الشارع. يعني إحنا اليوم قبل فترة بسيطة كان عندنا فعاليات عالمية مثل الجولف العالمي، عندنا ترايثلون، عدة فعاليات كبيرة ويحضرها ما يقارب 50 إلى 60 ألف شخص كجمهور، تمام. لكن حتى كان عندنا كاس اسيا قبل فتره وكاس العالم للانديه، ولكن هذه المباراه مش عارف ليها استعداد خاص وطبع خاص. لا يعني رده فعلها كبيره اكيد، ولان المصريين كثير في كل مكان، لان المباراه قيمتها كبيره، عرفت؟ اكيد رده فعلها كبيره كبيره كثير، يعني ما شاء الله في السوشيال ميديا الناس في المنطقه في الكروزات في الامارات كلها بشكل عام، حتى في الدول المجاوره، يعني احنا عندنا جمهور راح يجون من دول الخليج، عندنا مصريين قد جايين من السعوديه، وعندنا مصريين جايين من الكويت عشان يحضروا المباراه، ودي حاجه عظيمه انك انت اليوم على تسويق كبير للكره المصريه. اكيد يعني نعم، لما في جمهور احنا بنعرف ان في ناس بتسافر عشان تروح لاسطنبول عشان يشوفوا محمد صلاح، نعرف ان في ناس بتسافر عشان تشوف مانشستر سيتي او برشلونه ريال مدريد وكذا، يعني فلما في انديه عربيه بعد توقف كبير من بيجيبوا جماهير من برا، في ناس كثير جايه من مصر، وهذا شيء يفرحنا ويسعدنا ان شاء الله. أكيد. انا متفائل جدا انها تطلع باذن الله تطلع بشكل حلو. استاذ سهيل انا بجد بشكرك شكرا جزيلا، وشكر يعني كبير جدا وتقدير كبير جدا كمان لمجلس ابو ظبي الرياضي وكل القائمين على تنظيم هذه المباراه. شكرا ليك ولكل العاملين معاكم، مشكورين، شكرا
شكر من الاعماق. الله يحفظكم. الله يخليك والله يحفظك. شكرا جزيلا الاستاذ سهيل العريفي، مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي ورئيس اللجنه المنظمه لكاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. مكالمه كانت مهمه جدا في التوقيت ده عبر شاشه قناه النادي الاهلي. بنحاول قدر الامكان نقدم رساله ايجابيه وبنقدم معلومه حقيقيه لكل المشاهدين، والمعلومه بتكون من مصدرها سواء في حجز التذاكر، سواء في قدره وجماهيريه النادي الاهلي من خلال الجماهير اللي حجزت التذاكر، والرقم الايجابي اللي ذكره الاستاذ سهيل العريفي في فكره ان جماهير النادي الاهلي في ظرف قياسي في 3 ساعات بعد فتح السيستم الالكتروني لحجز التذاكر حجزت ما يقرب من 40% من القيمة المخصصة أو العدد المخصص لجماهير النادي الأهلي في هذا الملعب. ملعب نادي الجزيرة أو استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بيسع لحوالي 38,000 متفرج. للنادي الأهلي هيكون حوالي مخصص ليه 18,500 إلى 19,000 مقعد. يعني بمعنى أصح بتتكلم في 3 ساعات اتحجز مش أقل من 8,000 مقعد لجماهير النادي الأهلي. شفتوا الشعبية؟ شفتوا الجماهيرية؟ عرفتوا قد إيه قيمة النادي الأهلي وجماهيره في أي مكان في الوطن العربي؟ فبالتالي ان شاء الله باذن الله اللعيبه هتكون على قدر الحدث في هذه المباراه، ونقدم مباراه كبيره ان شاء الله، لان الاهلي والزمالك في السوبر تحديدا كانت في مواجهات كتيره ومواجهات كبيره. الاهلي والزمالك لعبوا في السوبر حوالي 6 مرات، الاهلي كسب 5 مرات، الزمالك كسب بركلات الجزاء الترجيحيه مره واحده. فان شاء الله باذن الله هذه المباراه هتكون المباراه السادسه ان شاء الله للنادي الاهلي، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي ولاعبيه ان شاء الله هيكونوا على قدر الحدث في هذه المباراه. طيب بنتكلم على المباراة، وقلنا طبعا الاستقبال الحافل للجماهير بالنسبة للبعثة ووصول الفريق إلى فندق الإقامة. الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة كان اطمأن على كل الترتيبات الخاصة بالبعثة من الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكرة. وفي هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم في جلسة خاصة ما بين الكابتن سيد وريني فايلر والجهاز المعاون لترتيب البرنامج الفني والبدني خلال الفترة القادمة بدءا من اللحظة الحالية حتى موعد المباراة إن شاء الله يوم الخميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة، ومغادرة الفريق قبل المباراة بحوالي 2 ساعة من فندق الإقامة. النهاردة هيكون في مران استشفائي في إحدى الصالات التأهيل داخل فندق الإقامة، وعايز أقول لكم الأهلي موجود في فندق على أعلى مستوى. كل شيء طبعا في أبو ظبي الحمد لله على أعلى مستوى، بتتكلم في حاجة 5 ستارز أو 7 ستارز، لكن كمان الإمكانيات المتاحة لبعثة الأهلي في أبو ظبي فوق الوصف، كل شيء متاح للفريق هناك. طيب ريني فايلر اختار حوالي 24 لاعب لهذه المباراة. كل القائمة المتاحة لهذه المباراة، مباراة القمة مع نادي الزمالك، الحمد لله فايلر موجود معاه 24 لاعب. يمكن المستبعد الوحيد فقط صالح جمعة لأسباب فنية كلنا عارفينها طبعا منذ فترة طويلة، لكن الجزئية الثانية المصابين طبعا للأسف بقى مش موجودين مع البعثة في التوقيت الحالي. فبالتالي فايلر معاه كل الإمكانيات والظروف المتاحة اللي هيقدر يستفيد بيها في هذه المباراة. طيب في جزئيه مهمه جدا وانا بتكلم على مباراه السوبر، او اختم بها الحديث عن مباراه السوبر. العامل النفسي في مباريات القمه بين الاهلي والزمالك مهم جدا جدا. والفرق بين النادي الاهلي واي حد تاني بيلعب مباريات كبيره او مباريات ذات شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، التحضير النفسي والذهني بيختلف عن اي حد تاني. وبيقدر الجهاز الفني واللعيبه يطلعوا باكبر استفاده ممكنه من هذه المباريات. في اوقات كتيره مستواك ما بيكونش واصل للتوب فورم، لكن بتعرف تكسب الماتش. مستواك واصل للتوب فورم، بتعرف تنهي الماتش حتى لو المنافس اللي قدامك عايز يعمل مفاجاه لكل المشاهدين. فبالتالي النادي الاهلي دايما دايما في كل مبارياته سواء القمه او حتى مباريات اخرى بتلاقي الرد في الملعب، بتلاقي التركيز كله في ال 90 دقيقه، بتلاقي الجهاز الفني قافل على الفريق، وجلسات اللعيبه الكبيره مع باقي الفريق بتبقى رايحه في اتجاه ان النادي الاهلي ايا كان الكلام اللي حواليه ردنا في الملعب، بنجهز وبنشتغل عشان نكسب بطوله، وبعد ما تكسب بطوله بتحطها في دولاب البطولات جنب الدولاب اللي مليان بطولات وبتشتغل على بطولات اخرى. هي دي مدرسه النادي الاهلي، هي دي سياسه النادي الاهلي، دي طبيعه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واي جهاز فني بيشتغل جوه النادي الاهلي. لذلك مباراه القمه اللي جايه مش هتختلف كتير عن اي مباراه قمه اخرى على فكره، حتى لو البعض بيحاول يصور اي صوره سواء سلبيه او ايجابيه، النادي الاهلي في سكه ثانيه مختلفه، لان النادي الاهلي مؤسسه رياضيه بتعرف ازاي تتعامل مع اي حدث رياضي، وبتعرف ازاي تصدر رساله مهمه ومحترمه لجماهيره عشان تعرف ازاي تقدر تشجع هذا الفريق في الملعب عشان تكسب المباراه. مباراه القمه اللي جايه مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه الاهلي ان شاء الله هيديها مساحتها وحجمها الطبيعي، وباذن الله ان شاء الله الرد بيكون في الملعب، التركيز الكامل بيكون من اللعيبه في الملعب، ومعانا قياده فنيه ومعانا جهاز فني بيعرف يشتغل على الجزئيات الصغيره اللي يقدر يكسب بيها هذه المباريات.
مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه، الاهلي كسبان 15 ماتش في الدوري، لكن كل ده شيء والمباراه اللي جايه شيء تاني خالص. ده كلام فايلر مع اللعيبه في التدريبات اللي كانت قبل سفر الفريق الى ابو ظبي. المباراه واهميتها وضروره الفصل التام بين هذه المباراه واي احداث اخرى. عشان كده حتى لما تلاقوا الرساله الاعلاميه هنا لينا في قناه الاهلي ما بنتكلمش في اي حاجه دلوقتي غير عن مباراه القمه. في ملفات تانيه ممكن تتقال على الملا او ممكن ما تتقالش على الملا، بس مش وقتها. سواء مباريات افريقيه او احداث افريقيه مش وقتها، لكن تركيزنا الكامل دلوقتي في مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك، وازاي الجمهور تركيزه يكون في المباراه، عشان في النهايه كل ده بينعكس بالايجاب او بالسلب على اللعيبه، لان اللعيبه جزء من المجتمع، جزء مننا، بيتابعوا بيشاهدوا بيشوفوا بيتفرجوا وبيقروا. لازم الرساله توصل ان عندنا مباراه 90 دقيقه ان شاء الله الاهلي هيكون قادر على الفوز بالسوبر. الاهلي عنده 11 سوبر، الزمالك عنده 3 سوبر، فبالتالي بتسعى لتحطيم الارقام القياسيه وبتوسع الفارق زي ما موجود في الدوري، زي ما موجود في الكاس، زي ما موجود في البطولات الافريقيه. فبالتالي مهم جدا تشتغل على الجزئيات دي وانت بتحضر لهذه المباراه. عندك اضافات مهمه وعندك اضافات كبيره، عندك لاعبين متميزين، عندك محمود عبد المنعم كهربا دخل من الباب الكبير، البيت الكبير، بيت النادي الاهلي، بيجهز لهذه المباراه. عندك لاعبين في وسط الملعب السوليه وديانج، عندك امكانيات في خط الدفاع، ربيع، متولي، ياسر، هاني، فتحي، معلول، ايمن، امكانيات على اعلى مستوى وكواليتي موجوده في لعيبه النادي الاهلي مش موجوده في الدوري المصري، مع كامل الاحترام للجميع، لكن في النهايه العامل النفسي والتركيز مهم جدا 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 في مثل هذه المباريات. طيب خبر اخر اختم به فقره الاخبار قبل ما اطلع الى فاصل، ويكون معايا الكابتن جمال مساعد، وهيكون معانا بس حي مباشر كمان من ابو ظبي مع زمايلنا هناك ومع زميلنا كريم احمد عشان نطمن منه على وصول البعثه واخر اخبار البعثه. النهارده الاتحاد الافريقي اتكلم على فكره استضافه المباراه النهائيه بشكل رسمي. خطاب مرسل الى كل الاتحادات الاهليه بتاريخ 11 فبراير الماضي. هذا التاريخ ادى مهله لكل الاتحادات الاهليه حتى 20 فبراير. موعد لتقديم الملف لاستضافه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا او اللقاء الختامي لكاس الكونفدراليه الافريقيه. اتحدد في الجواب ان اخر موعد لاي اتحاد يريد ان يستضيف هذه البطوله سواء نهائي دوري الابطال او نهائي الكونفدراليه يوم الخميس اللي جاي، اخر ميعاد يوم 20 فبراير. والاتحاد الافريقي من خلال مكتبه التنفيذي في خلال هذا الخطاب حدد شروط محدده لاستضافه هذا الحدث، اهمها الضمان الحكومي او الدعم الحكومي والاستضافه لهذه المباراه زي اي بطوله مجمعه سواء كاس الامم او اي بطوله عالميه. طبعا عارفين الاستضافه لازم يكون في ضمان حكومي ودعم الدوله لاستضافه هذا الحدث. اخر ميعاد يوم الخميس اللي جاي 20 فبراير. واتكتب في الجواب ان في بعض الشروط والمعايير مرفق طبعا مع هذا الخطاب استماره متعلقه بالمعايير والشرووط اللي اي اتحاد هيوقع عليها وهو بيقدم الملف، متعلقه بالامور اللوجستيه، الفنادق، الطرق، المواصلات، الانتاج التلفزيوني، البث الفضائي، عمليه تنظيميه ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المحلي اللي هينظم المباراه بالتعاون مع الكاف. فبالتالي هنا في برنامج الاهلي الليله ذكرنا الموضوع ده اكتر من مره، وكنا بنتكلم ان في مفاجات في فكره استضافه الفاينل، ولما شرحنا فكره الملعب محايد الناس ما كانتش واصله لها المعنى فكره الملعب المحايد هيبقى ايه. في كلام رايح في اطار ان الاستضافه هتكون في رواندا في كيجالي، استاد بيسع حوالي 30,000 متفرج، لكن عموما هنشوف الفتره الجايه هل هذا الملعب ملعب اوماهورو في العاصمه الروانديه كيجالي هو اللي هيستضيف الفاينل. في كلام على استاد دار السلام في تنزانيا، في كلام على استاد ايضا اخر في البروفيل في الجابون. في النهايه يوم 20 فبراير هنتاكد بشكل نهائي اذا تقدم اكثر من اتحاد الاتجاه رايح فين. لو لقينا الاتحاد الرواندي مقدم قبل 20 فبراير طلب استضافه الفاينل، اقول لكم بنسبه كبيره جدا هيكون فاينل دوري ابطال افريقيا في رواندا في ملعب كيجالي. البعض يقول لي ازاي ما كان الكلام على كازابلانكا او ملاعب اخرى في الجزائر او كل دي كانت يعني تقدر تقول افكار او رؤى لدى المكتب التنفيذي ان الملعب يكون ملعب محمد الخامس او مركب محمد الخامس في كازابلانكا، ملعب خمسه جويليا في الجزائر، ملعب سوكر سيتي في جنوب افريقيا. لجنه المسابقات حطت شروط والمكتب التنفيذي حط معايير تانية خالص. في النهايه اللي هيقرر وهيكون صاحب القرار هو المكتب التنفيذي. يوم الخميس الجاي هنعرف مين الاتحادات اللي هتقدم لاستضافه المباراه النهائيه، ومن الشكل العام تقدر تقول المباراه النهائيه هتكون فين. اذا الاتحاد الرواندي قدم عايز اقول لكم بنسبه كبيره الفاينل هيكون في ملعب اوماهورو في كيجالي في رواندا. هذا الملعب بيسع لحوالي 30,000 متفرج. هل الاتحاد المغربي هيقدم؟ هل بعض الاتحادات الاخرى اتحاد جنوب افريقيا هيقدم؟ ده هيبان خلال الفتره اللي جايه، ومش عايزين
نسبق الاحداث ونشوف الاتجاه هيكون فين. لكن في النهايه المعلومه المؤكده ان الاتحاد الافريقي مش عايز يكرر مشاكل واخطاء اللي حصلت في نهائي العام الماضي، عايز يبتعد بالمباراه النهائيه في مكان يكون مؤهل لاستضافه المباراه النهائيه، سواء لقاء ديربي اذا وصل الاهلي والزمالك، اذا وصل الرجاء والوداد، اذا وصل الترجي والنجم، او حتى لقاء عربي خالص ما بين الاهلي واي فرق عربيه من الفرق الاخرى، او حتى مازيمبو وسان داونز. هو في النهايه عايز يبتعد بالفاينل في مكان يقدر ينفذ فيه كل الشروط اللي عايز يطبقها في هذا النهائي، وما يكونش فيه تكرار لنفس الاخطاء اللي حصلت في ملعب رادس، سواء في تطبيق تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفار، او حتى في الحضور الجماهيري والبث التلفزيوني والانتاج التلفزيوني. في النهايه هنشوف الشروط والمرافق والخدمات والمعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي هتكون من خلال اي اتحاد قبل يوم الخميس اللي جاي. احمد كان في زياره على فكره بالمناسبه، هو ومستشاره الخاص المستشار الرياضي صامويل ايتو النجم الكاميروني، كانوا في رواندا حوالي 48 ساعه، كان في زياره ويمكن حتى اجتمعوا مع رئيس رواندا خلال اليومين اللي فاتوا على فكره المنشات الرياضيه وتطوير الكره الافريقيه وتطوير الكره في رواندا، في اجتماعات بتجري في التوقيت الحالي. بعد هذه الزياره احمد وصامويل ايتو توجهوا مباشره الى الكاميرون للاستعدادات الجاريه لاستضافه الكاميرون لكاس الامم الافريقيه للمحليين في شهر ابريل القادم. فبالتالي خلال هذا الاسبوع في اجتماعات عديده لدى الاتحاد الافريقي، وفي ملفات هتنجز وتتحدد بشكل رسمي خلال الفتره اللي جايه. نهائي دوري الابطال 29 مايو، نهائي الكونفدراليه يوم 24 مايو. طيب دي كانت اخبارنا ومتابعتنا لمباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، وكانت مكالمه مهمه جدا مع الاستاذ سهيل العريفي المدير اداره المتابعه في مجلس ابو ظبي واداره المشروعات، وايضا كمان رئيس اللجنه المنظمه لمباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، وكان تفاصيل مهمه جدا الهنا في هذا الاتصال الهاتفي المتعلق باستضافه ابو ظبي لمباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، وكيف هذا الحدث بيعتبر هناك في هذا التوقيت في ابو ظبي انجاز كبير جدا وحدث كبير جدا، رغم ان ابو ظبي استضافت في الفتره الاخيره احداث كبيره سواء كاس عالم للانديه او حتى كاس الامم الاسيويه في الفترات الاخيره. ان شاء الله كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه، يقدر يتخطى مباراه الزمالك، يكسب في ال 90 دقيقه ان شاء الله، ويكون السوبر رقم 12 من نصيب القلعه الحمراء. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل فقره حواريه خاصه مع نجم النادي الاهلي السابق الكابتن جمال مساعد. خش فيه جول بالدنيا بتتقلب، بيلعبوا على دي واحنا كنا بنلعب على دي، ان نادي الزمالك ما بيعرفش يعوض قدام النادي الاهلي، العكس النادي الاهلي يعوض. يعني ده لو جه في جول يقدر يجيب جول ويتعادل ويكسب. نادي الزمالك عنده مشكله في دي، ان ممكن لما بيجوا في جول في النادي الاهلي ممكن يجيب فيه الثاني والثالث. لعيبه النادي الاهلي بتلعب على دي، بيلعب على ان هو يبدا اجوان على طول ما يجيش فيه جول، ان هو بيركز كويس قوي في الدفاع، يدافع صح قوي عشان ما يجيش في جول، ولما بيلعب بيشتغل ازاي يعرف يجيب جول تمام، وازاي الناس تبقى واقفه صح وهو بيهاجم. طيب مشهد الجماهير في الملعب لما بتنزلوا فتره الاحماء قبل المباراه مثلا لسه بحوالي نص ساعه او ساعه، المشهد ده كنت بتشتغل عليه ازاي؟ قوه الدفع اول ما بتنزل الملعب. طبعا مفيش شك ان كل اللعيبه اللي بتبقى موجوده بتحب تلعب ماتشات القمه، ماتشات القمه ديت، والماتشات اللي هي دي بتبقى مهمه الناس كلها بتتفرج عليها. برضو عكس زمان كان لعيبه الكوره بتاعه الاقاليم كان يحب يلعب ماتش اهلي وزمالك عشان هو اللي هو هيطلع في التلفزيون النهارده بس. كان الدوري كله ما بيتذاعش منه ماتش اهلي وزمالك بس بالظبط. لكن دلوقتي اللعبه كلها كلها معروفه، كله معروض والسوق متاح للكل، السوق متاح للكل كله معروف. لكن هي المساله دلوقتي انا بلعب ايه، انا في لعيب بيشبع من البطولات، وفي لعيب يفضل يلعب بيبقى عاوز كل يوم ياخد بطوله، كل يوم بطوله. عند مين بقى؟ هي عند نادي الزمالك ولا عند النادي الاهلي ولا عند المصري ولا الاسماعيلي ولا مين؟ هي رقم واحد عند النادي الاهلي. تمام، النادي الاهلي عاوز يلعب، لو بيلعب اي حاجه عاوز ياخد البطوله. هو ده مكسب النادي الاهلي في تاريخه السنين اللي فاتت دي كلها. ان انا بلعب على بطوله، بلعب على رقم واحد، ما بلعبش على رقم اثنين، فهي دي اللي بتخليه ياخد بطولات. طيب فايلر سافر ابو ظبي النهارده بالقائمه بالكامل مع 24 لاعب. رمضان صبحي الحمد لله يمكن ابتدى يشتغل في التدريبات الجماعيه خلال اليومين اللي فاتوا، انضم للقائمه.
تشكيله تقدر تقول بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله هتكون ما يكونش فيه غيابات. قفشه الحمد لله يعني يمكن تمثل الشفاء وجاهز للتدريبات ودخل مع الفريق الفتره الاخيره. رمضان صبحي نفس الامر الفتره الاخيره. كهربا ابتدى ياخد مساحه ويشارك بمساحه اطول، وايقاع لعبه مع اجاييه مع جيرالدو الايقاع عالي. عندك محطات زي مروان محسن، عندك فرويد جديد داخل ينسجم مع الفريق زي اليو بادجي، نص الملعب السوليه ديانج، الدفاع عندك امكانيات متميزه، ربيعه ياسر متولي، الاطراف نفس الموضوع. الكره الشامله بالقائمه اللي قدامك دي كلها بتشتغل عليها ازاي قبل مباراه الزمالك؟ او لو هتفكر في طريقه لعب او طريقه تشكيل ممكن تفكر فيها ازاي؟ هو المدير الفني بيفكر في حاجتين، مين اللي يلعب، مين اللي يلعب ماتش الزمالك ده، يعني مين اللي جيد النهارده هنا، انا محتاج هنا مثلا ناحيه اليمين يبقى موجود مثلا في فلان فلان. طب لو انا ده لو لعب في الحته دي هل هو هيجيد فيها النهارده، ولا هل مين الاعب مين في الاثنين؟ هو بيفكر في كده. لكن انت بترجع في الاخر النادي الاهلي كله عنده دلوقتي عندك 24 لعيب، ال 24 لعيب بيلعبوا. ال 24 لعيب ده حقيقي؟ ما فيش حد ما لعبش. ده حقيقي؟ في حد ما لعبش؟ لا لا، انت بتتكلم في تدوير بنسبه 99% يعني 99. والتدوير ده في حراسه المرمى بس مثلا، والتدوير ده صالحه النتائج. يعني التدوير ده لو في نتائج مش كويسه كان زمان الدنيا كلها مقلوبه على الراجل ده. لان التدوير ده بيبقى محتاج وقت معين، محتاج لعيبه بتبقى مركزه، محتاج اللعيب اللي بيقعد ما يتقمصش عشان اللي دخل مكانه ويرجع تاني تدور من جديد، ده يخش ده يخرج، بتبقى محتاجه لعيبه فاهمه المدير الفني اللي موجود بيشتغل ازاي. ان انا لما العب النهارده واخرج واحد تاني يخش مكاني، هل انا بقى بزعل ولا هل هستنى لما اجي بعد كده اخد مباراه، فاهمني، اخدها وانا داخل بقى نفس التركيز ونفس الحماس ونفس الجديه، ولا انا واخدها ازاي؟ على ما اظن كده ان الناس اللي موجوده كلها التيم كله حتى بالناس اللي بتخرج من تحت كل الناس دي فاهمه الراجل شغال ازاي. ان التدويره دي كلها هم فاهمين ان ده ممكن يبقى، خلي بالك انت النهارده مش هتاخد الماتش ده، لكن اعمل حسابك ان الماتش الجاي انت هتاخده، فخلاص اللي قاعد بيركز في الماتش اللي جاي. يعني هو موجود في الماتش ده في عداله كمان، الجزء ده مهم جدا كمان، عداله. بقول لك محمد، هو اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه انا جمال او محمد افهم الراجل ده بيعمل ايه، لازم افهمه. ما ممكن مثلا في لعيب يقول لك ايه، انا لا ما اقعدش النهارده، انا اخرج ليه؟ انا ماليش دعوه بقى بالمباراه، كل مباراه ليها لعيبتها وكل لا انا ماليش دعوه مثلا، هو ممكن يزعل مثلا، مثلا صح كده. لكن انا بتكلم على ايه، انا كمدرب فاهم الراجل ده هو بيعمل ايه. ان النهارده مش موجود النهارده عشان في حاجه معينه فنيه هو هيشتغل عليها. طب انا بقى كجمال ايه دوري الماتش اللي جاي، انا هاخده لازم اركز فيه. فلما بركز فيه باجي اخش في المباراه بعد ما انا قعدت المباراه اللي قبليها، فالمقارنه مش موجوده لان مستوايا زي اللي لعب الماتش. لما بخش بقى انا مركز قبليها باربع خمس ايام مركز، فلما باجي العب بعمل ايه؟ بجيده وببقى كويس. لكن لو انا مثلا مقموص وزعلان ومتضايق هتيجي الماتش اللي بعديه هتبقى وحش، فهيضطر يرجع لمين؟ يرجع للي كان بيلعب قبل كده مثلا وليد سليمان، اي حد، كهرباء، اي حد موجود. لكن التدويره دي ماشيه في صالح الراجل في حته ايه؟ في حته انك انت بتدور بس بتكسب. تمام. طيب انا معايا تقرير دلوقتي مهم جدا للاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره. هذا اللقاء بالتاكيد كان من خلال قناه ابو ظبي رياضيه. وفي النهايه او لازم في كل وقت بالتاكيد نتوجه بالشكر الى الاعلامي الكبير والاعلامي القدير الاستاذ يعقوب السعدي على التغطيه المتميزه وعلى الحياديه في تناول القضايا الرياضيه المتعلقه بالكره المصريه وعلى التقديمه المتميزه للكره المصريه ولمصر بشكل عام ولمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. نتابع في هذا التقرير هذه التغطيه واللقاء مع الاستاذ خالد درندلي، ثم نعود الحديث مع الكابتن جمال مساعد بعد هذا التقرير. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا اللقاء وهذا التقرير، والشكر لكل الشكر والتقدير لقناه ابو ظبي الرياضيه والاستاذ يعقوب السعدي والاعلامي القدير بالتاكيد على هذه التغطيه والتعامل المباشر مع قناه النادي الاهلي في هذا الملف وفي خلال هذه المتابعه الحيه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. كلام مهم جدا قاله الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس الاداره ورئيس البعثه في فكره التركيز، الحظر الاعلامي، الامور اللوجستيه المتعلقه ببعثه النادي الاهلي اينما وجدت في اي مكان. ده شيء مهم جدا لازم نذكره. حتى وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مع البعثه في هذا التوقيت كل واحد عارف دوره في اللحظه دي وازاي الكل بيشتغل على فكره انه يوفر كامل التركيز وكامل الاستعدادات لمباراة القمة.
باذن الله كل ده شيء يقلل بالنجاح باذن الله لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. والسؤال بالتاكيد اللي الكل هيطرحه في الساعات اللي جايه عبر وسائل الاعلام المختلفه، وجود رمضان صبحي ضمن البعثه، هل هيكون اساسي؟ هل هيكون على دكه البدلاء؟ انا بقول لكم الكلام ده من قبل السفر حتى بثلاث اربع ايام. المباراه دي فيها مفاجآت كتيره جدا وفيها استعداد خاص جدا من رينيه فايلر لمباراه القمه، وباذن الله ان شاء الله باذن الله التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى هيترجم كل ده بشكل واقعي على ارضيه الملعب استاد محمد بن زايد يوم الخميس الساعه 7 ان شاء الله. كابتن جمال، كلام مهم جدا اتقال في هذا التقرير على امور اللوجستيه وفكره التركيز والحظر الاعلامي وازاي اللعيبه تكون متحضره ذهنيا لمباراه القمه، لكن في جزئيه هسالك بقى فيها لان الناس كلها بتسالها دلوقتي، فكره رمضان صبحي. طبعا الجهاز الفني بيشتغل وعارف هو بيعمل ايه، لكن لو انت بترصد الامر من بعيد، فكره لاعب مهم زي ده يكون موجود في مباراه زي ديت، اولا نفسيا على المنافس، نفسيا جوه الفرقه لما بيبقى الفرقه كامل الصفوف مفيش حد مفيش غيابات الحمد لله، الامور دي بتنظر لها ازاي بشكل فني؟ هي في حاجتين في بالنسبه لرمضان صبحي. في مدربين بتبقى يعني مثلا منها كابتن مستر مانويل جوزيه يقول لك ايه مثلا، ايه انا عندي لعيب جامد قوي بقاله فتره ما بيلعبش ماتشات فمشتاق ان هو يلعب احطه. تمام تمام. وفي مدرب تاني يقول لك لا هو جاي من اصابه، لا لسه لازم ياخد ماتشات وديه، لازم ادخله واحده واحده. هنا بقى جرأة المدرب، المدرب هو شايف ايه؟ شايف ان رمضان صبحي في التمرين الفتره اللي فاتت هو يقدر يشتغل، ياخد له مثلا تايم ربع ساعه تلت ساعه. انا بالنسبه لي انا يبقى هو خارج بره خالص احسن. ده من بعيد انت من غير ما تعرف اي معلومه او اي حاجه، بس انت بتنظر لها بمشهد عام. لا انا لعيب كوره. انا بقول لك في حاجتين، الاولانيه في مدرب يبقى عنده لعيب نجم عاوز يلعب، مشتاق ان هو يلعب، ممكن احطه هنا يبقى واقف على رجليه ويعمل ماتش كويس قوي بدون اي حاجه. وفي مدرب تاني يقول لك لا، طب انا مثلا عندي مثلا في الحته ديت مثلا كهرباء، عندي وليد، عندي انجي، عندي كذا واحد ممكن يحط دي، ليه اجازف؟ زياده الخير خيرين. ما زياده الخير خيرين بقى يبقى ايه؟ ما هو هنا انا بقول لك ايه، هنا جرأة المدرب. تمام، رؤيه المدرب. لا ورؤيته. ما انا ممكن مثلا اقول لك حاجه، انا ممكن دلوقتي احط رمضان صبحي ويبقى وحش. ايه اللي هيحصل؟ هتبص لا يا عم ده بقاله شهرين ما بيلعبش، بقاله شهر ما بيلعبش. هي جرأة المدرب اللي بتختلف لفاير عن اي مدرب تاني. والناس لو لاحظت خلال الاربع شهور اللي اشتغلها فايرا مع الاهلي دايما الناس تقول لك ايه، ما هو اللاعب البديل ده بقاله فتره ما بيلعبش، ازاي لاعب بنفس الشكل اللي كان عليه الاساسي، او ازاي النهارده كان اساسي الماتش الجاي بره ال 18؟ هو التحضير الذهني. لا بس دي ده لعيب مش مصابه، يعني اللي بيخش ده مش مصاب. اللي بيخش ده جاهز. لكن ده مصاب، يعني مصاب ودخله في مشكله. بتتكلم على فكره الاستعداد والتجهيز بيبقى ازاي؟ التجهيز. ما انا بقول لك في مدرب بيبقى ممكن يدخل لعيب من اصابه على ماتش على طول. بس طبعا قبلها هو بيشتغل في التمرين ولعب ماتشات وديه، بس الماتشات الرسميه حاجه ودي حاجه. هي جرأة المدرب، المدرب هو عاوز ايه؟ يدخله ويشركه ويلعب ولا جازف ولا ما جازفش ولا العب بالناس اللي موجوده عندي. هي كان ماله جازف بيعمل دي. تمام. ان انا بقى ان انا تدورت الملعب، ان انا بجيب واحد بقاله اسبوع او اسبوعين ما بيلعبش واحطه، لا ده ما هو ده بيلعب ماتشات وديه على طول. يعني انت النادي الاهلي بيلعب ماتش ودي. ايه السنه دي ما فيش ماتش ودي؟ لا في ماتشات وديه. لا ما فيش مباراة وديه، لا ماتشات ودي رسميه هتلعب. أيوة ودي. لا 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 للناس المجموعه الثانيه. لا ما كانش في مباراة وديه، كانش في وقت للودي اساسا ايا كان. بص جاهزين. يعني انت ليه ما بيلعبش ماتشات وديه؟ عشان الناس كلها بتشترك، ما فيش توقيت اصلا. ما فيش توقيت. لا في مجموعه اللي ما بتلعبش خالص بتعملها ماتشات وديه. لا الضغط المباريات السنه دي والكره المصريه اخر سنتين ثلاثه بقت عكس زمان. يعني زمان كنتوا بتلعبوا مباراه يعني النادي الاهلي ما لعبش ماتشات وديه؟ زمان كنتوا بتلعبوا مباراه كل قد ايه؟ كل ما اسبوع. كل اسبوع. دلوقتي انت في الاسبوع ممكن تلعب ثلاث ماتشات. ماشي بس برضه هتبص تلاقي في مجموعه. يعني سامي قمصان في مره لما كنت ماسك ابشواي اللي هو من حوالي شهرين ثلاثه كان هو ده الماتش الوحيد اللي اتلعب معاكم على مدار الاربع شهور. هي دي المباراه. هي بص بتختلف، اللعيب المصاب غير اللعيب اللي هو ايه اللي هو لعب من اسبوعين او من اسبوع وجع عيد ولعبه تاني، غير اللعيب اللي هو بقاله فتره بيتاهل بيعمل علاج طبيعي وبعد كده دخل وبعد كده عاوز ادخله ماتشات. لا دي غير دي خالص. تمام. بدايه المباراه في فكره او في راي فني يقول لك ايه، ابدا بالمجازفه واضغط على المنافس واصدر رساله ان انا جاي عايز اكسب من اول دقيقه، وفي مدرب يقول لك لا استحوذ على الكوره وخلي المنافس اللي قدامك يعمل كل ما في وسعه عشان افقده الناحيه البدنيه وفي الاخر اخلص الماتش في الاخر.
الاراء الفنيه في الجهات دي انت بوجهه نظرك ده افضل ولا ده افضل، ولا في النهايه الرؤيه بتبقى ازاي؟ لا هو المدير الفني مدرب الفريق بيبقى ماشي يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك النهارده النادي الزمالك حالته ايه؟ يعني نادي الزمالك حالته ان انا اضغط عليه من المكان ده عنده ثغرات في الديفنس فاضغط من قدام من الاول، ولا العب بالشكل اللي انا بلعب بيه طول السنه اللي هو من ساعه ما مسك لحد الوقت اللي هو بعمل ايه؟ بلعب من نص الملعب وابدا اشوف الدنيا ماشيه ازاي وابدا اشتغل على مواقف اللعب اللي بقت موجوده في الملعب. مظبوط. برضه المدرب هو اللي هو اللي هيقول، يعني انا مثلا النهارده مثلا انت فرقه وادي دجله. كل مدرب بيلاعب وادي دجله بيعمل ايه؟ هيلعب مثلا بعد ثلاث اربع ايام، بيعمل ايه؟ بيقعد اربع ايام ازاي يعمل بريس على الناس دي منين؟ من ال 18. ولا ايه؟ ولا في حاجه ولا تمام صح كده؟ يعني انت كل الفرق بتاع وادي دجله كل المدرب يجي قبل الماتش بتاع انا هلاعب وادي دجله الماتش اللي جاي، يقعد يحفظ اللعيبه ان الضغط بريسات في لان دجله بيبدا الهجمه من عند ال 18 من عند 18 وبيعمل باص كتير في المنطقه الخلفيه. هو المدرب ما انا بقول لك انا رؤيتي انا شايف ان وادي دجله بتعمل ايه؟ بتمسك الكره من 18، طب انا اعمل ايه؟ اسيبها تشتغل في المكان دوت ولا اروح اقطعها؟ لا اروح اقطع من هناك، ده الراجل بيديني هو الراجل ضغط نفسه في ال 18 بتاعه ومصر ومصمم ان هو يشتغل فين؟ تمام في الحته دي. طيب تنويع الجهد طول ال 90 دقيقه ده مهم؟ طبعا. ما هو ده اللي بنفس الايقاع طول الماتش. هو ده اللي بيختلف بين النادي الاهلي والانديه الثانيه، وبتختلف بين اللعيبه الموجوده الخبرات وبين اي لعيبه ثانيه. تمام. يعني اللعيب في الملعب ممكن في لعيبه تفضل تجري سبرنتات على الفاضي. وفي لعيب يقدر امتى يقف وامتى يستريح وامتى الكوره تمشي بسرعه وامتى الكوره تمشي ببطيئه وامتى استريح دلوقتي وامتى اقف دلوقتي وامتى امشي الكوره كتير في الملعب. كل الكلام ده كله لا ده مش اي حد بيعملها. يعني انت مثلا ممكن مثلا ابقى مدرب امسك فرقه ادربها على الكلام ده واجي في الماتش اقول له امسك الكوره دلوقتي، فاكر ان هو ممكن يمسكها؟ لا. دي امكانيات لعيبه، امكانيات لعيب في الملعب هو عارف هو بيعمل ايه. يعني مثلا في لعيبه خبره، يعني ابو تريكه لما كان موجود وبركات وعماد والناس ديت بتبص لها الكوره ايه اللي بيحصل؟ بتبص لها الكوره بيهاجم كتير كتير، في وقت يقول لك ايه لا اقطع على الكوره انا مش هاجم دلوقتي، بص لها ايه اتدورت بقى اللي تدورت اللي هو اللعيبه اللي هي بيدورها المدرب ده يقعد لا تدورت اللعيبه جوه الملعب. ان انا بعمل ايه؟ الكوره بتروح للاطراف ترجع نص الملعب ترجع للسرد باكين تروح الجنب الشمال وتبدا تتدور وتشتغل هلك للعيبه اللي موجوده وتهميد للعيبه اللي قدامك. فاللي بيعمل الكلام ده مين؟ شغل مدرب. تمام. مع رقم واحد اللعيبه اللي موجوده هل هتنفذ الكلام ده ولا بتنفذ الكلام ده؟ طيب في جزئيه مهمه كمان في الحوار واسال فيها الكابتن جمال مساعد، يمكن الاستاذ سهيل العريفي مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي ورئيس اللجنه المنظمه لمباراه السوبر قال ان الاجهزه او المعدات المتعلقه بتطبيق تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفي ار وصلت وهتكون موجوده في استاد محمد بن زايد وهتكون جاهزه لاستخدامها في مباراه القمه يوم الخميس القادم ان شاء الله في السوبر. وجود الفار في هذه المباراه شايف مدى تاثيرها ومدى اهميتها على كلا الفريقين؟ حاجه جميله طبعا. يعني انت لو في اخطاء لو في ضربات جزاء لو في اي حاجه بتتعاد على طول حساباتها في ساعتها. لا مفيده جدا 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 لان احنا في حاجات بنمر بيها ان في ضربات جزاء ما بتبقاش ضربات جزاء خالص وملهاش علاقه بضرب الجزاء وبتتحسب وبتعدي وبتخسر فرقه، لكن هنا مفيش الكلام ده. هنا ضربه الجزاء الصحيحه هتبقى ضربه جزاء صحيحه، والضربة الجزاء اللي غير صحيحه هتتقال ضربة غير صحيحه. تمام. لا تمام. طيب اروح مباشره الى ابو ظبي، معنا على في بث مباشر من ابو ظبي وتحديدا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، خدمه خاصه جدا لجماهير النادي الاهلي كي نطمئن على وصول البعثه واخر اخبار الفريق في هذه اللحظات في اول يوم استعدادا لمباراه السوبر. كريم مساء الخير عليك، ازيك؟ مساء الخير عليك زميلي محمد سعيد، كل التحيه ليك وكل التحيه طبعا لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. انا عايز في البدايه طبعا يا محمد يعني اوجه كل الشكر والتقدير طبعا في البدايه لمجلس ابو ظبي الرياضي وايضا كمان لقناه ابو ظبي الرياضيه والاستاذ يعقوب السعدي رئيس القناه على المجهود الكبير والحاله الرائعه جدا اللي احنا شايفينها. في تعاون كبير جدا مع النادي الاهلي بيوفروا لنا، مش جديد طبعا على قناه ابو ظبي الرياضيه وايضا كمان بالتحديد الاستاذ يعقوب السعدي حبه الكبير لمصر، وايضا امور كلها الحمد لله هنا ماشيه بشكل رائع ومميز جدا. زميلي محمد انا عايز احطك كده في الاجواء سريعا يعني كالعاده، اطمنا على الفريق وعلى البعثه وطريق السفر النهارده كمان الكواليس اللي رصدتها في مطار القاهره الى ان وصلت البعثه الى مقر الاقامه اللي كان موجود في الفريق ايضا كمان منذ حوالي سنتين ثلاثه. الفندق مش غريب على اداره النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي.
بالتاكيد طبعا يا محمد هنكون متواصلين معاكم لحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي كل الكواليس والاخبار كالعاده. يمكن النهارده طبعا مع تحديد الرحله اللي كانت 2:15 ظهرا بتوقيت القاهره، الرحله طبعا يمكن 2:40 مباشره وصلنا الى مطار ابو ظبي. طبعا كالعاده كل الامور بالنسبه للتسهيلات الدخول الخروج التاشيرات الاختام كل الامور دي الحمد لله كانت رائعه جدا. استقبال كان اكثر من رائع زميلي محمد لجمهور النادي الاهلي. عايز اكد على هذه النقطه لان جمهور النادي الاهلي كان متواجد بكثافه خارج المطار. مجرد وصول فريق النادي الاهلي ووصوله الى الحافله كان تشجيع كبير وتحفيز كبير، والمطالبه طبعا والتشجيع الاوحد السوبر يا اهلي. يعني مش عايز اقول لك فرحه كانت لعيبه النادي الاهلي وزودته حماس واصرار بجانب الاصرار والحماس الكبير اللي هو اصلا النادي الاهلي جاي بيه من مصر، لان بطوله مهمه جدا. يعني 11 سوبر بنتمنى يكون ان شاء الله السوبر ده رقم 12 بالنسبه للنادي الاهلي. مجلس الاداره يمكن اغلب مجلس الاداره زميلي محمد متواجد لدعم النادي الاهلي ومساندته في هذه المباراه دي في البدايه. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر عامل يعني حظر تام وفرض تام جدا لكل لعيبه النادي. مفيش اي تصريحات، مفيش اي خروج عن اي كلام لاي حد، حتى يمكن قناه ابو ظبي كانت متواجده بحاول ان هي تسجل مع لعيبه النادي الاهلي، لكن قرار اكيد مميز جدا ورائع من كابتن سيد عبد الحفيظ ان يكون في غلق تام بالنسبه للتصريحات واللقاءات ايضا التلفزيونيه لفرض مزيد من التركيز. الحاله محمد يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى يعني لغايه يوم المباراه يوم 20 تستمر بهذا الشكل المميز جدا والتركيز الرائع لفريق النادي الاهلي. عايز اكد لك على نقطتين مهمين زميلي محمد بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي. النهارده كان في تدريب بسيط جدا في الجيم، انت عارف طبعا وصلنا في ساعتين فرق بين القاهره وفرق ايضا كمان بين يمكن اقدر اقول ابو ظبي. النادي الاهلي هيتدرب غدا على استاد سلطان بن زايد ان شاء الله اللي هيكون في تمام الساعه 6 بتوقيت الامارات الرابعه عصرا بتوقيت القاهره، وبعد غدا ان شاء الله يكون التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على استاد محمد بن زايد. بطمنك زميلي محمد كل الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا. بنتمنى ان شاء الله توفيق للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كل حافز كبير للمدرج يكون مليء على اخره ان شاء الله 37,000. احنا عارفين طبعا التذاكر نفذت لكن ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور في المصلحه. انا معاك زميلي محمد اتفضل. طيب النادي الاهلي ونادي الزمالك كل واحد هيبقى ليه تدريب مره واحده على استاد محمد بن زايد. الاهلي بطل الدوري، هل هيبقى في اجتماع فني اجتماع تقليدي قبل المباراه ب 24 ساعه عشان نحدد ده، ولا الامور ازاي خلال الساعات اللي جايه؟ يمكن طبعا كل الامور دي زميلي محمد غدا هتكون واضحه بشكل يعني باين جدا بالنسبه طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ. كل الامور التنسيقيه انت عارف الوصول النهارده كان ليلا، كل الامور دي هتكون صباحا. يعني اكيد صباحا هيكون معاكم كل المعلومات الخاصه بالاجتماع، مين هيكون متدرب الاول، مين اللي هيكون متدرب بعد نادي الاهلي او نادي الزمالك في البدايه. لكن كل الامور يا محمد انا بطمنك عشان نطمن كل جمهور النادي الاهلي ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا. مزيد من السيطره والتركيز ان شاء الله خلال الايام القادمه. تدريب الغد يكون رائع، ما يبقاش فيه اي اصابات، ما يبقاش فيه اي التحامات. عايزين نحافظ على اللعيبه واللعيبه تحافظ على بعضها، لان اي فقدان لاي لعيبه يكون امر يعني مش هيبقى جيد بالنسبه للنادي الاهلي. اخر حاجه حاله اللاعبين وانت في المطار على الطياره، الطريق لغايه الوصول لابو ظبي، الجهاز الفني هم موجودين في الطياره، ما رصدتوا الكواليس الاجتماعات المشهد كان عامل ازاي؟ الحالة التركيز محمد كالعاده يعني اللي انا اقدر اقول لك عليه حاله تركيز كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي. الكل طبعا متواجد على الطائره في هدف واحد وهو الهدف الفوز ببطوله السوبر. يعني نقدر نقول كمان هي بطوله هتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي، لكن الحاله المعنويه والحاله المرتفعه جدا لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام وادائه الرائع في المباريات الاخيره وتحديدا المباراه الاخيره ده مزود بشكل كبير جدا الدوافع للنادي الاهلي. ان شاء الله محمد باذن الله كل الامور كلها تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي يوم 20 ان شاء الله يكون يوم حافل ورائع، ونقدر ان شاء الله باذن الله نرفع كاس السوبر ونعود من الامارات الى جمهوريه مصر العربيه رافعين كاس السوبر رقم 12 في تاريخ بطولات النادي الاهلي. زميلي العزيز كريم احمد بقول لك حمد لله على السلامه، وبشكرك على هذه التغطيه الحيه من مقر اقامه النادي الاهلي في ابو ظبي واستعدادا لمباراه السوبر امام نادي الزمالك. شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق ليك يا رب وللبعثه الاعلاميه المصاحبه للفريق خلال هذه الفتره. كابتن جمال نقطتين اخذهم من كلام كريم، التركيز، الحظر الاعلامي، وكمان البرنامج او البروجرام المتعلق بالتدريبات محدد، والتدريبات بكره هتكون الساعه 4 بتوقيت القاهره. تمام. هو النادي الاهلي طبعا قبل ما يسافر الامارات هو طبعا برنامج محطوط من اول ما يخرج من القاهره لحد ما يروح الامارات، كل حاجه مترتبه وكل حاجه معروفه بنظام وبتنقيع وكل حاجه. يعني النادي الاهلي راح يلعب بطوله كاس يعني نهائي، كل حاجه اكيد من اول ما خرج من القاهره وكل حاجه مترتبه يعني أكيد. مش 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 هيبقى جديد او هو هيبقى او انا بعمل مثلا حاجه لسه اول مره العب بطوله على بطوله فرايح لسه اعمل لها حاجات، لا النادي الاهلي الحاجات دي بتبقى قبلها بفتره طويله بتبقى مركزين فيها وطالعين على كل حاجه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه وطالع ليه. طيب وانا بختم معاك، ايه الرساله اللي تحب توجهها للجماهير في التوقيت ده؟
او الجماهير ايه رسالتها للعيبه او الرساله الايجابيه ممكن تكون في اللحظات دي؟ يعني ماتش خارج مصر عايزين يبقى فيه حاجه كويسه صوره ممتازه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الزمالك. مين يكسب الكسبان يبقى بنقول له مبروك، خسرانها لك ودي كوره، بس احنا عاوزين نخرج من المباراه بشكل كويس جماهيريا ولاعبيا، كل ما تتخيله يخص المباراه عاوزين نطلع بيها مباراه سليمه محترمه. مين كسب بقى اللي ربنا كاتب له اللي هو يكسب يبقى مبروك، والهزيمه خلاص بقى يبقى دي كوره يعني هارد. اكيد اكيد. كابتن جمال مساعد انا بشكرك، نورتني وشرفتني، وقدر الامكان حاولنا نتكلم في التفاصيل الخاصه بمباريات القمه اللي انت اشتركت فيها فتره التسعينات. حبيبي يا محمد ربنا يخليك، منور دايما بالتوفيق لك على طول. حبيبي يا محمد الله يخليك. حلقه كانت مهمه جدا لان النهارده وضعنا ايدينا على بعض التفاصيل الخاصه بمباراه القمه، وكان مهم جدا بالنسبه لكل الجماهير في الكره المصريه ان يكون معانا في بدايه الحلقه الاستاذ سهيل العريفي مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي ورئيس اللجنه المنظمه لمباراه السوبر، عشان كان في كلام مهم جدا لازم يتقال وفي ارقام مهمه جدا كان لازم تعلن على الملأ لجماهير الكره المصريه، وكمان في تفاصيل مهمه متعلقه بحضور الجماهير في هذه المباريات وازاي الفعاليات هتكون حاضره يوم مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. المعلومه والرقم دايما بنحرص على ان احنا نشتغل على هذه الجزئيات عشان في النهايه نقدم رساله ايجابيه ومحترمه لكل جماهير النادي الاهلي. المشهد العام جماهير النادي الاهلي وجودها في ابو ظبي، وجودها في اي مكان اينما وجد النادي الاهلي مشهد محترم، كرنفال، مهرجان، بنشجع النادي الاهلي حتى اخر دقيقه. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه القمه يوم الخميس، وثقه كبيره جدا الرد في الملعب وثقه 90 دقيقه ان شاء الله الاهلي هيقدم مباراه كبيره جدا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي بكم في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله ومتابعه خاصه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. شكرا والى اللقاء.